ميباس. من سرق المقص الذهبي؟ بمقصي الرائع سأجعلك تبدو رائعا. أها. ممتاز. واو. أحببتها. أجل. شعري يبدو جميلا. واو، أبي رائع. مقصك الذهبي رائع. طاب يومكم. التالي. سيد توني، من فضلك صفف لي شعري بهذا الشكل. لا مشكلة. بمقصي الرائع سأجعلك تبدو مذهلا. أين مقصي؟ سيد سلوث، إلى أين ذهب؟ أين مقصي الذهبي؟ مقصي، أين اختفى؟ سيد توني، ماذا حصل؟ نقيب لابرادور، أحدهم سرق مقصي الذهبي الثمين. ماذا؟ سرق؟ رجاءً ساعداني، إذا لم أجده سأضطر لإغلاق صالوني. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. السيد سلوث والمقص الذهبي اختفيا في الوقت نفسه، أليس كذلك؟ بالضبط، عادة ما يعتني سلوث بالمقص الذهبي. لابد أنه سرقه. لقد انتظرت شعرا حتى أحلق شعري هنا، سأعثر عليه في الحال. السيد سلوث بطيء التحرك، وقد كان في الحمام لفترة من الزمن، لم يكن ليتمكن من سرقة المقص الذهبي. هل تقصد أنه اختفى من تلقاء نفسه؟ كل جريمة تترك أثراً، لابد أن تكون هناك أدلة غابت عنا. أوه، هذا يشبه آثار يد طفل. هذه ملابس ابنتي. أين المهرة الصغيرة؟ لقد كانت هنا للتو. لا، المهرة الصغيرة قد تكون في خطر الآن. ماذا؟ يجب أن نذهب لإيجادها. عزيزتي صغيرتي. الآثار توقفت هنا، لنتفرق ونبحث عنها. أعلم. المهرة الصغيرة. أيتها المهرة الصغيرة، أين أنت؟ المهرة الصغيرة. هل هذا شعر؟ إنه لابنتي. أدلفت ملابسك، أنا آسفة. انتبهي. صغيرتي، هل أنت بخير؟ أبي. أيتها المهرة الصغيرة، المقص خطير جدا، انظري دميتك تأذت، رجاء كوني حذرة للغاية، اتفقنا؟ حسنا، سأتذكر ذلك. سيد توني، رجاء ابقي مقصك بعيدا عن الأطفال.
بالطبع سأفعل. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، الأدوات الحادة مثل المقص والسكاكين خطيرة جداً لأنها يمكن أن تؤذيكم بسهولة. لا تلعبوا بها أبداً. عندما تقومون بالأشغال اليدوية تأكدوا من استخدام مقص آمن. أيضاً على الآباء إبقاء جميع الأدوات الحادة بعيداً عن متناول الأطفال. تذكروا دوماً السلامة أولاً. وف! البجع الصغير ضائع. أمي مرحبا أيها الصغير، هل أنت بخير؟ لقد فقدت أمي. لا تبكي يا صغير، سنساعدك في العثور على والدتك. لا تقلق، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. ما اسمك يا صغير؟ اسمي رمادي. وما اسم أمك؟ أمي. أعني ما هو اسم أمك؟ إنه فقط أمي. حسناً، هل تعرف رقم هاتف أمك؟ ربما 7 7 7 3 و3. مرحباً. هل أنت أم رمادي؟ ماذا؟ رمادي. ماذا؟ رمادي. هل وصلت تنورة الرمادية؟ لا شيء، آسف. يا رمادي، هل أنت متأكد أنه 7 7 7 3 3؟ لا أتذكر. إذن هل تعرف عنوانك؟ لا، الذي أعرفه فقط هو وجود بركة كبيرة بجوار منزلي. بركة؟ عائلة الإوزة البرية تعيش بجوار البركة. رائع، لنذهب إلى بيتها. من بالباب؟ نقيب لابرادور، هل يمكنني مساعدتك؟ سيد إيوز، هل جميع صغارك في البيت الآن؟ بالطبع، كلهم معي في البيت. الجميع اجتمعوا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ها، لدي 6 أطفال فقط. لماذا يوجد 7 الآن؟ أين رمادي؟ من منكم رمادي؟ أها، الجميع اصطفوا. أها، أمسكتك يا رمادي. لم نعثر على أي دليل. مثلجات مومو، أحب مثلجات مومو. رمادي، هل كنت تأتي مع أمك إلى هنا أحياناً لشراء مثلجات مومو؟ إذن لنذهب ونسأل. مرحباً، هل يمكنني مساعدتكم؟ آنسة بقرة، هل تعرفين رمادي؟ رمادي؟ ما الذي تفعله هنا؟ أمك كانت تبحث عنك. أين ذهبت؟ من ذاك الاتجاه. أمي. بجع؟ إذن رمادي هو بجع صغير. أمي فقدت. إنها هناك. أين صغيري؟
أنا قادر. لا يمكننا اللحاق بها، ماذا نفعل؟ لدي فكرة. سيدة بجعة، سيدة بجعة، النقيب لابرادور. أخيرا، انظري هناك. أمي، صغيري. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عندما تخرجون مع والديكم يجب أن تبقوا بالقرب منهم دوما، وإذا أضعتموهم ابقوا في أماكنكم وانتظروهم أو اطلبوا المساعدة من ضابط الشرطة. تأكدوا أيضا أن تحفظوا أرقام هواتف والديكم وعنوان بيتكم، ذلك سيساعد الشرطة في العثور على والديكم. رجاء ضعوا هذا في الحسبان. المكالمات الخطيرة. واو. انظر، إنه جسم غامض. مثلجاتي. دب بني هارب، إذا رأيته اتصل بالشرطة على الفور. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، لقد رأيت الدب البني الهارب. ماذا؟ أين هو الآن؟ إنه يختبئ في شارع الوردة 10. احمي نفسك وابقى في أمان، سنكون هناك. المكان مليء بالغبار ولا يوجد أي آثار أقدام. هذا المكان كان مهجوراً لفترة طويلة جداً. هل يكون ذلك؟ نقيب لابرادور، الدب البني يلاحقني. أنا مختبئ بالقرب من خلايا النحل. وجدتك. إنه ليس الدب البني، إنه الدب الأسود. هل من مشكلة أيها الشرطي؟ أنا هنا فقط لشراء قليل من العسل. هذا ممتع جدا، سأتصل بالشرطة ثانية وأكذب بشأن الدب البني. بالنظر إلى الاتصالين الكاذبين، أنا متأكد أن الثعلب الصغير أجراهما فقط للتسلية. ماذا؟ ثعلب صغير؟ مقالب هاتفية؟ ها؟ كاذب، أنت تكذب مجددا. ألا تعلم أن اتصالك الكاذب بالشرطة أمر مخالف للقانون؟ لا، لا أظن أن الثعلب الصغير يكذب. استمع إلى صدى وصوت المحرك، قد يكون محاصرا في سيارة الآن.
الدب البني. بلى أنا الدب البني، الجميع يخاف منه. اتباع. أيها الدب البني، أوقف السيارة، أوقف السيارة الآن. الشرطة. يا إنهما مزعجان جدا، دعني أريهما ما يمكنني فعله. لا، إنهما ورائي. يجب أن أركض. توقف هناك. لا يمكنك الهرب منا. كنت خائفا جدا. لا بأس، أنت بأمان الآن، لكن تذكر لا يجب عليك إجراء مكالمات كاذبة مع الشرطة لأجل التسلية. أنا آسف جدا. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. إجراء مكالمات كاذبة مع الشرطة مخالف للقانون، إنه يقود الشرطة لأماكن خاطئة وبذلك لا يستطيع الحصول على المساعدة من هو بحاجة لها. يا أطفال، رجاء اتصلوا بالشرطة فقط حين تكونون فعلا في خطر. لا تقوموا أبدا بإجراء مكالمات كاذبة مع الشرطة فقط لأجل المرح. وحيد القرن الصغير خطفه الوحش. برتقالة، موزة، نصف تفاحة متعفنة. واو يا نقيب لابرادور، كان ذلك رائعا. كان الأمر سهلا جدا، حتى أني أعلم أنك لم تستحم منذ 3 أيام. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. أيها النقيب لابرادور، لقد خطف الوحش وحيد القرن الصغير. أرجوك سعادة. لا تقلقي يا صغيرتي، سنكون هناك. لقب لابرادور. ماذا تقصدان أن وحيد القرن الصغير قد أخذه الوحش؟ حسناً، كنا نلعب الغميضة ثم بحثنا عنه في كل مكان، لكن لم نتمكن من العثور عليه. أخبرتني جدتي أن هناك وحشاً لا يأخذ سوى الأطفال الذين لا يستحمون. لقد كانت رائحة أقدام وحيد القرن الصغير كريهة جداً، لذلك لابد أن الوحش هو الذي خطفه. حسناً يا أطفال، لا يوجد هناك وحش. انتظر، رائحة أقدام وحيد القرن الصغير كريهة؟ هذا دليل مهم، إذا تتبعنا رائحة قدميه سنجده. الرائحة؟ أعتقد أنني شممت الدليل. أوه، لا داعي لذلك، إنه مجرد حذاء كريه الرائحة.
لابد أن وحيد القرن الصغير مختبئ هنا. مرحبا يا وحيد القرن الصغير، لا تقلق سأخرجك. وحيد القرن الصغير، الاختباء في الخزانة خطير جدا، لا تفعل ذلك ثانية، موافق؟ لن أفعل ذلك ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، رجاء توخوا الحذر عند لعب الغميضة، لا تختبئوا أبدا في خزانة أو صندوق، يمكن أن ينفد منكم الهواء. ولا تختبئوا في أماكن ضيقة تحت الأريكة، يمكن أن تعلقوا. السلالم والشرفات خطيرة أيضاً، يمكن أن تسقطوا وتتأذوا. تذكروا، لا تختبئوا أبداً في الأماكن الخطرة. من هو السائق المشاغب؟ زوم زوم. ياي. واو، إنه رائع. زوم زوم. أوش. ماذا حدث؟ مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، معك الجاموس، أحدهم صدم سيارتي. هذا شيء فظيع. لا تقلق، سنكون هناك. سيد جاموس. نقيب لابرادور، انظر إلى هذا، كانت سيارتي مركونة بشكل جيد هنا، لكن أحدهم صدمها، والأكثر من هذا سيارتي شديدة تماماً. سيد جاموس، هل رأيت من فعل هذا؟ عندما نزلت من سيارتي كان الشخص قد غادر حينها، لم أرى أحداً. لا تقلق يا سيد جاموس، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. يبدو من مظهر الضرر وكأنه حادث سيارة. وجدتها. ماذا؟ عندما تصطدم سيارتان ببعضهما البعض، يمكن أن تترك أحداهما علامة طلاء على الأخرى. انظر هنا، ربما كانت سيارة صفراء لامعة. سيارة صفراء لامعة؟ أظن أن الفهد لديه سيارة سباق باللون نفسه. لابد أنه الفهد. يجب أن نتحقق أولاً. سأجده أسأله عنها. أيها الفهد، اخرج. يا فهد، أنت صدمت سيارتي، أليس كذلك؟ هذا يا سيد جاموس. أنا سيارتي صدمت أيضاً. ماذا؟ سيارتي كانت هنا طوال اليوم ولم أقدها حتى، لكن انظر إلى هذا، هذه السيارة تعني لي الكثير. لم أكن أعلم ذلك. من تراه صدم
سيارتينا. صدمت السيارة من الداخل. هذا غريب. سيد فهد، هل هذا ابنك؟ أجل، لطالما أراد أن يكون أفضل متسابق سيارات على الإطلاق. دوبي، أرني صورة سيارة السيد جاموس. كلا السيارتين صدمت على الجانب السفلي. لن يحدث ذلك إذا اصطدمت سيارتان عاديتان ببعضهما البعض. أها، ماذا لو صدمتهما سيارة ألعاب؟ سيد فهد، أين ابنك الآن؟ لم أره منذ الصباح. أوه لا، قد يكون الفهد الصغير في خطر. ماذا؟ أنت بطيء جدا، انظر كم أنا متسابق سيارات عظيم. ياه. احترس. صغيري، هل أنت بخير؟ لقد كنت قلقاً جداً. الآن وجدنا المشاغب، لقد كان الفهد الصغير. يا صغير، يجب ألا تقود سيارة الألعاب خاصتك في الشارع ثانية. أنا آسف جداً، لن أفعل ذلك ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، من الخطر الشديد قيادة سيارة الألعاب في الشارع، فقد تتعرضون لحادث مروري. دوماً عليكم القيادة في أماكن آمنة وبجانب أبويكم. أوف! من رمى الأشياء من نافذة السيارة؟ لا لا صغيرتي، ألا تبدو أمك جميلة اليوم؟ أجل، تبدين. مرحبا، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، شخص ما رمى القمامة من سيارته، وبسبب ذلك تعرضت لحادث سير. رجاء تعال على الفور. ماذا؟ سنكون هناك. نقيب لابرادور، انظر ماذا حدث لسيارتي. انظر، لقد أطلقت ماركتي المفضلة أيضا. كل ذلك بسبب قصور الدوريان التي ألقيتها. عن ماذا تتحدثين؟ لن أفعل ذلك. من يمكن أن يكون إذن؟ إنه أنت. أعلم أنه أنت. لا، لم أكن أنا. أنت. أعلم أنه أنت. لا لا، إنه أنا. لست أنا. اهدأ كلاكما، أرجوكما توقفا عن الشجار أمام الصغيرة. سنحقق في مكان الحادث ونكتشف من فعل ذلك. لم يكن السيد نسر، لا يوجد رائحة دوريان في سيارته ولا في فمه. لا لا، ليس هو. إذن من كان ذلك؟ لا تقلقي، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. قشرة دوريان أخرى، ألقي نظرة حولك هنا. وجدت قشرة أخرى.
سيدي، وجدت كثيرا من قشور الدوريان في الشارع. بالنظر إلى آثار قشور الدوريان، لابد أنه تم رميها من سيارة متجهة إلى هذا الطريق. لنذهب. ما الذي حدث؟ وجد الهدف. أوقف السيارة، أكرر، أوقف السيارة الآن. دوريان الحلو، أنا أحبه كثيرا. توقف، أوقف السيارة الآن. قطعة أخرى. المحلب الطائر. قطة زباد، إن رمي الأشياء من نافذة سيارتك مخالف للقانون، أنت رهن الاعتقال. لن أفعل ذلك ثانية. حديث نقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، لا تلقوا النفايات من نافذة السيارة أبداً، قد يتسبب ذلك في التلوث البيئي، وقد يتسبب في وقوع حوادث المرور عن طريق الاصطدام بسيارات أخرى أو بالمشاة. هذا مخالف للقانون. رجاءً تذكروا أن سلامة الطريق تبدأ من كل واحد منا.